من مواقفه أيضا قبل موته بسنة أو سنة ونصف تقريبا يعني، وحرصه على روح الأخوة والتضامن ووفائه لأصدقائه، ما حدث منه أنه يوم من الأيام قال للسائق اركب السيارة أو شغل السيارة، وأسنده إلى الكرسي فذهب من هنا مسقط إلى نزوى ليزور من؟ ليزور الشيخ سعود بن سليمان الكندي وفاء له وإكراما وتحقيقا لمعنى الأخوة. فعندما وصل إلى الشيخ قال له أنا لا أستطيع الجلوس كثيرا ولكنني اشتقت إليك فأتيت زائرا ومسلما عليك، ثم لا أدري هل هو أخذ تمرات وفنجان قهوة أو لا ورجع آيبا إلى مسقط.